هذه جمعة خير والمطيري والعجمي والرفاعي وال محمد الصابري. اي والله والنعم. خذ لك سبحة. بسم الله تذكر الله فيها. بسم الله. هلا تفضل خذ سبحة. تذكير اليوم يلا سيدي انت ابن الشيخ الصابري. نبي يذكرهم الله بالقران يقول فذكرهم بايام الله. وفي كل يوم تشهد دفن خل كانك ما تواد بما قصدت. الله اكبر. ابا بكر دعوتك لو اجبت الى ما فيه. هذا والده كان عالم الكويت شيخ سيف الصابري. نعم. الى ما فيه حظك لو عقلت تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى اذا مت انتبهت. متى انتبه؟ هني سبحان حتى اذا مت انتبهت. فكم ذا أنت مخدوع وحتى بها لا ترعوي عنها وحتى الإنسان حتى. يجب عليه أن يعتبر بالموت. زين هاي شو يسمونها؟ أنا أختي ندى سيد زروع شعرة شو يسمونها؟ آخرها يعني ألف مكسورة شو يسمونها هذه؟ هذه لأبو بكر الألبيري. البيري. إحنا نتعلم منكم. من وين هذا سيدي؟ أبو بكر الألبيري من يعني من الشعراء القدماء. يعني العصر السابع ولا الثامن هجري؟ نعم. لا البيري هذه من اجمل القصائد. بس هو الوالد كان سيد يوسف الراعي الله يرحمه كله يقول يا ابني خالد الله اعطى الانسان نعمه النسيان والامل كله يتامل باكر احسن. صدقت. ما سمي انسان الا لكثره النسيان. ما شاء الله. تحب تقول تذكير سيدي؟ لا شكرا. انا احب يعني احس نفسي واخواني المسلمين. نعم. شكرا سيدي. تمسك على سنه النبي ومنهج السلف الصالح. طبعا اللهم صل وسلم. احنا كلنا سلف. كلنا سلف صالح. نتبع السلف الصالح. نتبع صح. النبي عليه السلام. أي عمل ما كان موافق هدي النبي عليه السلام ما كان إخلاص لله عز وجل فهو رد. صح. للأسف بعض الناس يجلس عند القبور يقول مدد مدد يا قبر وهذا الشرك صريح. هذا الشرك صريح ولا نرضى فيه. ونسأل الله يهدي ضال المسلمين. آمين. جزاك الله خير. بارك الله. نبيك تدعي لنا عاد اليوم الجمعة. ويك منور أنت ما شاء الله. يلا ردوا يا العجمي يا المطيري انت الاسم الكريم. انا وياكم على الطاعه اخوك محمد الحسين. والنعم انت ودعمنا بعد سيد. ما يحتاج نتشرف فيك والله. تسلم طال عمرك. هذا بعد ترى ولد السيد مصلح الرفاعي جده يصير. انت من الوزير وزير الدوله. لا الريال درويش.